مساء الخير، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده واحد من الناس. حلقتنا النهارده فيها اكتر من مفاجاه وفيها يعني فقرات هتشد انتباهكم ان شاء الله زي ما شدت انتباهي، لانها فقره غريبه ومثيره وانسانيه في نفس الوقت. لكن خلوني في البدايه اضرب تعظيم سلام، تعظيم سلام لمبادره خير جميله وطيبه وقيمه وكلها محبه وعطف. مبادرة بسيطة بشكلها لكنها عميقة جدا في مضمونها والهدف منها. مبادرة صاحبها اسمه مدحت سعيد مدحت، عنده مطعم في عابدين، مطعم فول وطعمية. عمل ايه مدحت؟ حط على باب المطعم يافطة مكتوب عليها: اذا كنت جعان ولا تملك ثمن الطعام فالمطعم يرحب بك. جملة لطيفة جدا بسيطة بتحافظ على كرامة وماء الوجه لأي انسان فقير وجائع. جملة إنسانية وها شعور نبيل، وكان لازم نقول لصاحب المطعم ده شكرا يا مدحت. تعالوا نشوف حكاية مدحت. السلام عليكم استاذ مدحت، ازاي حضرتك؟ احنا شفنا يافطه اذا كنت جائعا ولا تملك ثمن الطعام فالمطعم ايه يرحب بك. اهلا بيك واحد من الناس. ربنا يخليك. انت عامل مبادره حلوه قوي، مبادره خير، بتقدم طعام وبتقدم اكل للي مش قادر يدفع ثمنه. جات لك الفكره ازاي يا استاذ؟ جات لي من زمن، يعني بقى لي فتره من ساعه ما ابتديت هنا في المشروع دوت وانا شغال في الموضوع دوت بقى لي فتره جامده، لان طبعا لقيت في ناس بتخش بتطلب عندها عايزه نفس بتبقى محروقه وامكانياتها لا تسمح ان هي تطلب. انا طبعا يعني انا عملت دي حاجه تجاره بقى ربنا، بس انا عايز ربح يزيد، فمن هنا يبتدي ربح يزيد بس، فان ربنا اكرم الاكرمين يعني. فطبعا انا من هنا بدات المشروع بتاعي واعمل حاجه اسمها تشكيله وسندوتشات اذا كنت جعان ولا تملك ثمن طعام. اعمل كذا ورقه على كذا باب، يعني المحل فيه لا يكلنا عن 7-8 ورقات من دول، خش وما يهمكش. مدي تعليمات للكاشير عندي اذا كان اي حد محتاج اي حاجه اضرب له البون ويدي صفر، يخش زي الناس اللي واقفه عشان ما يحسش اللي هو واقف من البون واقف محرج من الناس. لا، معاك بونك وانا ببص البون، طبعا ببقى معروف اللي ده جاي لي صفر في الاخر، بنفذ البون بتاعه اللي هو التشكيله في سندوتشات، وفي عايز تشكيله لاولاده في البيت ده موجود وده موجود. بتاع الطعميه بقى واقف على النار، اذا حد جه لك قال لك اديني قرص طعميه او اي حاجه انت اللي تعبه له اللي هو عايز تديه له، انك انت بتاخد الاجر قبل مننا. يعني مكان عمران جدا وفي رجل جاي عليه كتير جدا. الحمد لله. فاكيد بيجي لك ناس كتير. الحمد لله. يعني انا برضه عاملين واجبات في المستشفى بنطلعها يوميا، وبرضه مع الناس اللي بتجينا هنا، والحمد لله بتزيد الناس معانا، ده فضل من ربنا يعني، الناس عماله بتزيد معانا والحمد لله يعني. يعني مش بس عامل وجبات للناس المره اللي في الشارع او اهل المنطقه، بتعمل عدد معين من الوجبات؟ يعني ساعات مثلا يقول لك زود النهارده، قال النهارده في ناس موجوده زياره، في ناس مش موجوده كده يعني. بتوديهم مستشفى يعني؟ انا مستشفى المنيره ومستشفى الحجمين اللي هي ناس يوميا ما في ناس لو مش معاش تاكل تكلمني، ما ففي ناس هناك شغاله، احنا عايزين 10 وجبات، عايزين 30 وجبه سواء هنا سواء هنا، بيبعتوا ياخدوا الوجبات بتاعتهم بنعملها لهم. طيب ده مش بيزود الطاقه عليك، طاقه الشغل يعني بالاضافه للزباين العاديين؟ ده مش حاسس بهذا الكلام، مش حاسس بيه خالص، الحمد لله ده من عند ربنا، واتمنى ان الموضوع يزيد معايا ويزيد مع الناس كلها. ولا بيزود المجهود على العاملين عندك؟ لا لا بالعكس، الحمد لله رب العالمين. هم مبسوطين بده؟ طبعا، لان هو بياخد الاجر قبل مننا. يعني هو الصناعي اللي دايما بتكلم معاه، انت لما تدي الواحد حاجه بنرضي الله وتديها له زي الزبون الواقف بالظبط، انت بتاخد الاجر قبل مننا، لان انا اديت الصلاحيه. طيب خليني اكلم الصنايعي اللي واقف على الطعميه. انتوا بتعملوا هنا وجبات بالمجان، يعني انت ممكن تكون بتعمل واقف قدام النار وقدام الحر دوت تعمل حاجه لوجه الله. انت حابب ده؟ ما بقاش مجهود زياده عليك؟ لا لا لا، حابب حاجه زي كده. ناس بتيجي مبسوطه جدا، بتيجي تاخد وجبات كل يوم، وصاحب المحل يعني بامانه راجل محترم جدا، بيدي مثلا الناس كلها الوجبات كل يوم، بتطلع من قلوبهم دعوات حلوه. بصراحه حاجه جميله والله. اسمع بيقولوا الناس بيقعدوا يشكروا في صاحب المحل ويقولوا الدنيا لسه بخير يعني. انتوا يوميا عارفين الزباين اللي بتيجي بتاخد منكم التشكيل؟ ان شاء الله. هو لسه داخل عليك انت عارفه ان هو عايز الوجبه دي؟ هو يا فندم من غير ما يتكلم بيقول مثلا انا
محتاج تشفيله، بيبقى البن بضع البن هو بيدخل بيتعامل جوه. ده البن اللي بيطلع في التشفيله. مكتوب بيه الاصناف، مكتوب الاصناف، الاصناف اللي هو بياخدها، بس الكاش بتاعه زيرو عشان ما يطلعش فيه فلوس ناقصه في الخزنه. الفكره دي بتعود ازاي على حياتك؟ بتعود ازاي على بيتك؟ عليك انت شخصيا؟ يعني انا الحمد لله رب العالمين، يعني ببقى سعيد باللي انا بعمله دوت، وحاسس ان ربنا راضيني بالموضوع ده. بس وفي خير بدا يزيد معايا من ساعه لما اشتغلت في الموضوع دوت، والحمد لله يعني انا واولادي حتى في المدارس برضو كده بيتابعوا برضو الموضوع دوت، لو حد محتاج حاجه والكلام ده كله. ما تكسفش اي حد، ما تكسفش اي حد ولا تقول اي حاجه، طلع وده ربنا هيعوضك. وانا ما بدكش حاجه، ربنا هو اللي بيبعت لك رزقك. اذا كنت نفسك في حاجه فلازم تعمل خير عشان ربنا ولده لك، مش انا وصيله. مهما كنت ابوك بقدر اساعدك، بس برضا ربنا عليا ورضا ربنا عنك. فالحمد لله يعني بيتي وزوجتي واولادي والحمد لله رب العالمين متابعين معايا هذا الموضوع، وانا سعيد باللي انا بعمله، وهم بيشاركوني في الموضوع. يعني الموضوع بيزيد، بيزيد الحمد لله. في المكان ده يا استاذ مدحت، هل شفت موقف تفتكره؟ يعني انت بتتعرض كتير قوي للناس البسيطه او للناس الغلابه اللي ممكن يكونوا مش معاهم يعني ثمن وجبه فول وطعميه، فاكيد بتاخد منهم دعوات حلوه قوي، واكيد بيحكوا لك مواقف انسانيه تمس القلب. تفتكر منهم موقف؟ يعني انا دخلت عليا حاله من الحالات، هي واحده ست قالت لي انا عايزه كيس فول. سبب ما انا علنت الموضوع ده وعلقته في قلب المحل كله، قالت لي انا عايزه كيس فول، فانا اديت لها كيس الفول. فقلت لها طب احط لك زيت يا حاجه؟ احط. قالت لي لا ده كده بقى كتير عليك. قلت لها مش كتير عليا، انت مستقطره شويه الزيت على الفول؟ لا زيت نفس. قلت لها لا ده انا هديكي كيس الفول ودقه وطحينه وزيت حار لو انت عايزه، واختار عايزه حلو ولا عايزه حار كده. طب استني يا حاجه، حاطط لها بطاطس وبتنجان. من هنا عملت شنطه التشكيله دي. قلت لها بعد اذن دي شنطه كل يوم تيجي تاخديها وتاخدي معاها الفلوس دي يوميا كل يوم بس. فقالت لي ايه ده؟ فالست بكت يعني. ده اصلا بتقدم لها وجبه وبتقدم لها كمان مبلغ الوجه اللي احنا عندنا الدرج ده ملوش علاقه بالدرج ده. درج الكاشير العادي، درج الكاشير العادي، والدرج ده للتشكيله. في حالات بتيجي كده بنطلع لها فلوس من هنا كل يوم مع التشكيله بتاعتك. اتفضلي التشكيله بتاعتك ومعايا الفلوس. كانه صندوق الصدقات. هو ده، هو ده بخليه نقوط اللي الناس اللي عايزه التشكيله اللي احنا عارفينها بتحط لها معاها الفلوس دي في قلب الشنطه. برضو بنحطها لها في قلب الشنطه عشان ما تاخدهاش قدام الناس، الناس تفهم غلط او الناس ما بنسببلهاش اي احراج. بنحط لها الحاجه في قلب الشنطه، الفلوس مع الحاجه بتاعتي. انت بتقدم بقى وجبه اسمها التشكيله، يعني فيها كل ما لذ وطاب، كل اللي نفسه فيه لاقيه، اصناف على الفرش. اما اللي عايز حاجه معينه بيطلب. تيجي توريني وجبه التشكيله؟ هات لي وجبه التشكيله عمرية. دي وجبه التشكيله. لسه معاها الفول معاها الطعميه هكملها دلوقتي. ناقص ايه تاني؟ يعني هي بطاطس وبتنجان ومسقعه ودقي جبنه وايه كمان؟ وفول وطعميه. فول وطعميه وجرجير و تنزل معاك الوجبه دي كلها تقريبا قيمتها قد ايه؟ مع 10,000. قيمتها قد ايه تقريبا الوجبه دي؟ يعني تقريبا هي لو هي هتتباع هي كميتها مثلا ممكن 20 جنيه ولا حاجه. تمام. وانت بتطلع كام وجبه في اليوم؟ انا يعني الحمد لله انا معايا ممكن مثلا فوق ال 100 وجبه في اليوم. فوق ال 100 وجبه في طبعًا اليوم؟ طبعا بالمستشفى يوميا. 7 ايام. طبعا الحمد لله 24 ساعه شغال. طول الوقت عندي الوجبات دي ما بتقطعش من عندي. لسه طبعا بيضيف معاها الطعميه وبيضيف معاها الحاجه بتاعتها وبيضيف معاها العيش والكيس الفول. طيب انا عايزاك كواحد من اصحاب مبادرات الخير تقول كلمه او تقول رساله لكل اللي بيتفرج علينا، ان هو ممكن من مكان شغله من مشروعه الصغير يعمل حاجه خير لوجه الله. انا ببص لحاجه واحده بس، ان انا مش عايزين نرمي العيب على البلد، لازم كلنا نساعد مع البلد لان هي دي بلدي ودول اهلي، فلازم ان احنا نساعد معاهم. بس انا عايز اساعد مع بلدي، عايز اعمل حاجه مع الناس اللي جنبنا. لازم كل واحد يحس بالناس اللي جنبنا، سواء انت عندك فرن، سواء انت عندك قهوه، سواء انت عندك سوبر ماركت، اي حاجه طلعها. لو رضيت اي حد حتى بروح علبه جبنه باي حاجه هيمشي مرضي. يعني هي المهم ان احنا نرضي البيوت اللي حوالين مننا. بس اقل حاجه انا بقول اقل حاجه بس. وخد بالك اللي انا بعمل ده مع ربنا، ان هو اكرم الاكرمين. اذا ربنا انا عملت كده والله ربنا بيزيد اكرم. يعني الوجبه دي اللي انا بطلعها ب 20 انا عارف ان ربنا بيجيب لي بعد منها 50 60، لان هو اكرم الاكرمين في الوجبه الواحده. وبيزيد لي صحه، بيزيدني مال، ويحافظ لي على اولادي، ويحبب زوجتي واهلي فيا، ويحبب الناس فيا. ده كله رزق من عند ربنا.
انا مش عايز حاجه غير كده. عارف احلى حاجه وانا بتكلم معاك دلوقتي ان انت عندك يقين وايمان باللي انت بتقوله. اه طبعا. انت متاكد بان ال 20 جنيه اللي انت بتطلعها لوجه الله في العلبه او في التشكيله هتترد لك اضعاف مضاعفه؟ اه طبعا. وتترد لي فلوس وحفاظا على اولادي وحفاظا على اهلي وحب الناس ليا. ده كله رزق ربنا مديهولي. انا عايز اتكلم على كده. الحمد لله ربنا يفتح عليك ويزيدك من رزقه ويزيد زباينك. طبعا الحمد لله فن ربنا. شكرا يا استاذ مدحت، شرفنا بيك. ربنا يخليكم. شرفتونا. شرفتنا في واحد من الناس. الطفلة حنان مصطفى عمرها 5 سنين، مولودة بعيب خلقي في الأذن، يعني ملهاش أذن خارجية في الجهتين، وده تسبب في عدم إنها تسمع، وطبعا تسبب أيضا في سوء حالتها النفسية. وكنا استضفناها في واحد من الناس، تعالوا نفكركم بيها. ربنا رزقني بيها الحمد لله كده، بس للأسف بقى ما بتسمعناش خالص. عندهاش الودنين؟ اه الناحيتين. ولا هنا ولا هنا. بتبقى ماسكة العروسة بتاعتها وبتشاور على ودانها، فأنا بتبقى ماسكة وداني وتقول أنا فين، يعني بتشاور لي فين. ايه اللي ممكن نعمله لحنان؟ انا مش طالبه بس اللي غير المساعده للعمليه، لان العمليه تكلفه كبيره مش قادره عليها. انا بعت شقتي ودلوقتي قاعده في شقه ايجار. معنا الاستاذ الدكتور احمد الشحات، استاذ جراحه التجميل بطب عين شمس، وهو عاوز يقول لنا حاجه مهمه. دكتور احمد مساء الخير يا فندم. دكتور عمرو ازي حضرتك؟ انا متابع الحلقه بتاعتك وشايف البنوته اللي اسمها حنان. الحاله بتاعتها طبعا ان واحد يتولد بدون اذن خارجيه او صوان الاذن الخارجيه، دي حاجه نادره لكن معروفه في جراحه التجميل، وبتحتاج تعمل لها عمليات على كذا مرحله. فان شاء الله باذن الله يعني نتواصل مع اهل حنان ونرتب معاهم ان احنا نعمل لهم عمليه ان شاء الله، ونتابع معاهم كل المراحل. ربنا يخليك. المراحل ما بتخلص بسرعه، ده هي بين كل مرحله ومرحله ممكن 3 شهور او حاجه زي كده. فيعني هنتابع ان شاء الله لغايه ما نوصلهم اللي هم يبقوا راضيين عنه باذن الحمد لله. قدرنا بالتعاون مع دكتور احمد الشحات استاذ جراحه التجميل في عين شمس ان احنا نعمل عمليتين على مرحلتين، عمل اذن خارجيه في الجهتين، ولسه متابعين مع حنان في المراحل اللي جايه من علاجها ان شاء الله باذن الله. تعالوا نطمن عليها بعد العمليه. كانت بتعاني من ما كانش عندها أذن، وما رحنا البرنامج واحد من الناس حولنا الدكتور أحمد الشحات، بالفعل عملنا العملية، وأول مرحلة عملها لنا وتاني مرحلة كمان عملها لنا، عمل عملتين، ودلوقتي بجيله العيادة هنا بتابع معاه. وكانت الأول مش بتسمعنا خالص طبعا، من هي مولودة كده دخنة دخنة دخت السنين، والحمد لله ربنا يا رب رزقنا يعني بدكتور أحمد الشحات، طبعا برضو بمساعدة برنامج واحد من الناس.
معانا النهارده في العياده طفله اسمها حنان 5 سنوات، محوله لينا من برنامج واحد من الناس. انا اتفرجت على الحلقه وتعاطفت مع البنت، وهي حالتها صعبه جدا لانها مولوده بدون اذنين خارجيين، يعني الاذن الخارجيه في اليمين والشمال غير موجودين. النسبه قليله جدا بيحصل ان يبقى الطفل مولود بودن واحده غير مكتمله، لكن انها تكون غير موجوده خالص وفي الودنين دي حاله صعبه قوي. تعاطفت مع الحاله وتبنتها وقلت ان احنا نعمل لها اللازم ان شاء الله، وبالفعل في اقرب فرصه دخلت عملت لها الاذن اليمنى الاول، وبعدها تقريبا بشهر عملت لها الاذن اليسرى، وبالتالي كده جمعنا المرحله الاولى بتاعت الاذن اليمين والاذن الشمال في وقت قريب، بحيث ان احنا المرحله الثالثه هتبقى الاذنين مع بعض بقى نفصلهم من فروه الراس، بحيث ان هم يبقوا بارزين، بحيث لو حبت تلبس نظاره او حاجه، لان هم دلوقتي بيبقى شكلهم موجود لكن لازقين تحت فروه الراس. المرحله الثانيه بنفصلهم من فروه الراس وبنحط غضاريف وراهم زي عتبه كده تخليهم طالعين لبره شويه، ونحط ترقيع جلدي، ده في المرحله الثالثه او تعتبر المرحله الثانيه لليمين والمرحله الثانيه للشمال. وباذن الله تبقى مبسوطه من النتيجه، يبقى عندها شكل اذنين خارجيين. كل مرة بنعرض لحضراتكم فقرة حكمة المحكمة بيكون الهدف الأول هو إظهار أن لكل جريمة عقاب وترسيخ مبدأ الردع العام في المجتمع، لكن النهاردة فقرتنا مختلفة، ليها خصوصية خاصة لأن ليها طابع إنساني هو الغالب عليها. عشان كده معنا قصة محمد طارق اللي بقى اسمه الجديد بعد وفاته شهيد الشهامة كما يطلق عليه في مدينة بنها. ده المكان بقى اللي محمد توفى فيه، وهنا كان فيه بعض من ضرب الآلي اللي اتضرب هنا في الحيطة، وفي طلقه هنا هي في العمود من الآلي اللي ضربوا بيه ومش، وكان مغرب الحته، والعماره هناك قدام برضو في البلكونه فوق. انا بمشي في الهولة بالنور، انا على طول في دماغي وقدامي، واصلي لا يوقف قدامي، واوط المنع ده بشوف بقوله ربنا حرمني منك في الدنيا، اشوفك بقى كده بيجيني في الحلم وبشوف على طول، وانا بوطي واصلي الاقي واقف قدامي، حرموني منه، كان نفسي افرح بيه زي الناس، حرموني. دي مكان الرصاصة هو طلع، وكان طبعا لابس بقى غير ده، فراح داخل مستحمي ومشطف ومغير، حتى قال لبابا خد يا بابا كولي الطقم ده على ما اخرج من الحمام، قال له ماشي، راح واقف كويه له وراح خارج، حتى قعد يهزر مع ابوه. منهم ليله ابني كان نفسي افرح بيه، كان نفسي، كان عملي في الدنيا معيش الا هو، انا بشم ريحته بيخش عليا وبجيب مراتي، بسم الله ونعم الوكيل. كان طبعه زي الفل، وادي ابن حلال وما يليش الا يتيته، ومحترم وبيحب الناس كلها، مش وحش يعني ولا حاجه، هو ما فيش الا هو لنا، مفيش الا هو اللي داخل وخارج علينا. انا عمال اعيط عليه للنار، انا بطقش الصوره بتاعته ابص لها، ان شاء الله يتحرموا من عينيهم او ربنا. هو شوفي محمد عامل ازاي، شوفيه عامل ازاي،
كان بني ادم محترم قوي، كان حاضر يا عمته ونعمته. دي كانت جزاء محمد ان هو ياخد الطلقه دي ويروح فيها. شاب 22 سنه، شاب 22 سنه راح فيها. محمد ده راجل، عاش راجل ومات راجل. محمد ده كان كل حاجه بالنسبه لنا، ليا ولابوه ولامه. كان مؤنس امه وابوه في البيت، مفيش البيت اصبح فاضي. انا بخاف اخش الشقه عشان هو محمد مش موجود. بقول لك صباح الخير وموطي في الارض، ما تشوفهوش والله، ما تشوف، مش عشان امه واقفه والله. ساب تليفونه على العشه وطلع يجري علشان يشوف ضرب النار ايه. اما تعوزي اي حاجه او انت طالعه باي حاجه بيشيلها منك. والله الشاب ده ما فيش منه، والله لحد الان احنا بنبكي على محمد. افتكر كل حاجه عنه حلو، ما شفتش حاجه منه وحشه خالص، كان جدع في اي حته. اللي حصل لي معايا مشكله لاقيه في ظهره. ادب الدنيا كان فيه، احترام الدنيا كان فيه معايا في الدرس والمدرسه، كل حاجه. اخويا اكتر من اخويا كمان. ابوك جاب له القميص والبنطلون، وقعد يهزر مع ابوه وهزر معايا ولبس وخد بعضه ونزل نادى على ابوه قال له هات 5 جنيه. ابوه قال له تصور الخمسه جنيه دي مش ليه، هو ده المؤمن. انا ما اعرفش مؤمن، انا ما اعرفش مين مؤمن يا طارق. قال لي ده عيل متبنيه. نزلت فعلا لقيت عيل قد كده، محمد متبنيه. أكله وشربه ونيمه وحميه ولبسه ويجيب له هدوم ويجيب له كل حاجة. عيل مش ملوش حد. الساعة 2:30 لقيت طارق بيرن عليا يقول لي محمد مات. خلونا في الأول نسمع منطوق الحكم في القضية دي وبعدين نتكلم في التفاصيل. قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثالثة برئاسة معالي المستشار أيمن ربيع بالسجن المؤبد على ممدوح عبد الرازق وشهرته أيظن بالسجن المؤبد وغرامة 20,000 جنيه ومعاونيه أحمد شبل وإبراهيم السيد وأحمد عادل بالسجن 3 سنوات فيما أسند إليه. مشرفني الأستاذ أحمد البرنس المحامي، أستاذ طارق شعبان والد المرحوم، والسيدة هويدة محمد والدته. تحقيقات النيابة بتقول إن كشفت التحقيقات مقتل الشاب محمد طارق إثر إصابته بطلق ناري في الصدر عندما تصادف تواجده أثناء نشوب مشاجرة بين شقيقين وسائق بمنطقة مساكن الموالح ببنها، وكان سبب المشاجرة وجود خلافات سابقة بين الاثنين بسبب ركن سيارة أمام أحد المستشفيات الخاصة. وعندما أراد السائق الانتقام من الشقيقين فتح النار من سلاح آلي لترويع المواطنين، وحاول الشاب الضحية تهدئة الأطفال الموجودين وتهدئة الأجواء فقتل بالرصاص في صدره. اعرف ان ستك اللي حصل بالظبط يا فندم. اللي حصل حضرتك ان ابني كان لسه جاي من الشغل. قعد اشتغل ايه كان محمد؟ محمد سواق. موظف في الشركة. ومعاه دبلوم يعني موظف في شركة. جه قال لي يا بابا انا هنزل اكل الكلبة بتاعتي، هجيب لها علبة لبن واكلها وهطلع. طب ما تغيبش يا محمد. قال لي حاضر يا بابا. راح جاي انا بصيت عليه من الشباك لقيته منور التليفون بتاعه. الكلب نادعت عليه قال لي يا بابا انا هنا، وراح مشاوري بالتليفون. مفيش حوالي 10 دقايق دخلنا نمنا لقينا ضرب نار جامد جدا. لقيت المدام قامت ابني. قلت له انت كل شويه بقى راح بالي بمحمد. رحنا نزلت جري في يا جماعه، قالوا ده في ضرب نار. دخلت بسال قالوا لي ده محمد اتصاب. جرينا على المستشفى. ايه اللي حصل؟ قال لك ده محمد راح بيبص بيقول له يا ابني عيب، في اطفال وفي حريم، وبقى يدخل بيقول لك بقى يجيب الاطفال يدخلهم من كثافه ضرب النار، يدخلهم البلوكات من جوه. راح قال له يا ابني حرام، في اطفال وفي حريم على الباب، مالكش انت دعوه، وضرب النار شغال جامد. راحت الطلقه راحت جايه في ابني. رحت المستشفى انا والمدام، لقيت الطلقه جايه له هنا وقع معاه وخارجه بره.
هل محمد مثلا متعود ان هو يفض مشاجرات يخش في حاجات زي كده ولا اي حاجه؟ لا هو اصلا ما كانش يعرفهم، هو واقف بياكل الكلبه بتاعته فسمع ضرب النار فجري عليهم. حتى هو بيجري لقى عيله صغيره امها كانوا قاعدين على الباب فهم خافوا ودخلوا والبت فضلت واقفه بره، راح شايل البت وراح رماها له قال لهم انتوا سايبين ديت، وراح شايلها مدخلها جوه وخرج وجري بقى عليهم. قال لهم يا جماعه ما ينفعش الكلام ده، اطفال مخضوضه والناس قاعده على الباب، عيب اللي انتوا بتعملوه ده. قال له وانت بقى افتوت الحته هنا، ودب بقى راح مديله الطلقه في ثانيه. احنا طبعا على منزلنا ورحنا المستشفى. انتوا عرفتوا ازاي؟ احنا بقى ايه لما ضرب الضرب النار ضرب، فبابا بقى ايه بيرن عليه لقينا التليفون ما بيردش، فانا فوجئت لقيت جارنا اللي جنبي بيخبط عليا وبيقول لي تعالى احسن ابنك ضربوه بالنار في المستشفى. فنزلت بقى جرينا كلنا جري ورحنا بقى لقينا. عايز اعرف اطلاق النار ده كان مقصود ولا يعني كان مع سبق الاصرار ولا كان ايه بالظبط؟ والله يا دكتور عمرو طبعا اقول لحضرتك احنا قدام ماساه جديده بتضرب مريب بنها. حضرتك النهارده قضيه القتل بقت قضيه بشكل مخيف على المجتمع المصري، يعني قضيه محمد طارق تحديدا. محمد طارق هو ما لقبش بشهيد الشهامه كده من فراغ، وكان في عركه او في خناقه بين طرفين، محمد مش على الاطلاق ملوش علاقه بيهم تماما. الطرف الاول راح جاب عربيه سوزوكي وجاب اسلحه ناريه يعني بشكل مخيف جدا جدا، ونزل في منطقه مساكن الموالح اللي محمد عايش فيها. نزل طبعا بشكل رهيب جدا، المتهم الرئيسي اللي هو ممدوح عبد الرازق اطلق نار كثيف على المنطقه، حتى في معاينه النيابه العامه الطلقات مبهدله الوجهات بتاعت العماير في قلب المساكن اللي موجوده. محمد كل مشكلته ان خرج يدخل الاطفال الصغيرين من هول المساله ومن الرعب اللي هم فيه، بيدخلهم البيوت علشان منع من المحاد ممكن طفل يحصل له حاجه ولا الكلام ده. بعد ما بالفعل دخل الاطفال جوه العماير رايح يتكلم مع المجموعه اللي واقفه معاهم اسلحه ناريه بيقول لهم كده ما ينفعش وما يصحش. المهم حصل اللي حصل وبيكلموا محمد، راح طالع بالبندقيه الي الطلقه طبعا استقرت في بطن محمد طلعت امعائه. النهارده في التوقيت ده طبعا قضيه قتل مع سبق الاصرار والترصد، لان محمد حصل حوار بين الطرفين بين ممدوح عبد الرازق القاتل الرئيسي في القضيه وبين محمد، وطبعا على اثرها نوى خد عقد العزم وبيت النية في التوقيت ده واطلق نار بشكل كثيف جدا على محمد وعلى العماير بشكل عشوائي. وطبعا النيابه العامه وجهت للمتهمين تهمه القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد طبقا لنص الماده 230 الى اخره. وطبعا مشينا في القضيه وكانت جلسه الحكم من 18/6. طبعا انا بحيي طبعا قضاء مصر الشامخ العادل انه انصفنا بشكل مبدئي، لان يا دكتور عمرو المتهم الرئيسي الى وقتنا هذا هربان، هو هارب. انا قريت يعني طبعا المتهم هارب. طبعا احنا يعني من خلال منبرك المحترم، طب ده لما يتقبض عليه هيبقى مصيره ايه؟ بيتعمل له حاجه اسمها اعاده اجراءات ويتعاد محاكمته من اول وجديد تاني قدام دايره نفس الدايره او دايره مغايره. واحنا طبعا بننتظر ان طبعا سرعه القبض عليه، وطبعا من خلال منبرك المحترم بناشي وزير الداخليه ومدير امن الالويه بسرعه القبض على المتهم الرئيسي ممدوح عبد الرازق علشان الناس دي ترتاح وعلشان اصدقائه يرتاحوا وعلشان خاطر اهله يرتاحوا. ليه؟ طبعا معنى ان حد يبقى قاتل وهربان جوه مدينه بنها نفسها مش خارج مدينه بنها، والنهارده بنقول يتم القبض على المتهم علشان يبقى في ردع على ناس صحيح. عشان طبعا احنا في مجتمع مصري وده طبعاً. طول ما هو هارب بره اكيد هيحصل مصايب اكتر من كده. لكن شعورك ايه بقى بعد ما اطلقوا عليه شهيد الشهامة؟ حضرتك يعني هو الواحد ليه؟ مفيش الا هو 22 سنة ابنك الوحيد؟ الوحيد، لا حول ولا قوة الا بالله. 22 سنة انا برجو من الحكومة يعني يبردوا قلبي شوية، طب يعملوا حاجة يمسكوه. يعني انا برضو بضم صوتي لصوت حضراتكم بسرعة الضبط، معيش الا هو والله القاتل في هذه القضية ممدوح عبد الرازق. اسمه ممدوح عبد الرازق ابراهيم الشهير بقى يظن وبينشي في كل حته في محافظه القليوبيه مدينه بنها. اللواء المساعد الوزير الداخليه مدير امن القليوبيه بسرعه ضبط هذا المجرم الهارب لردعه وردع كل من تسول له نفسه ان يقتل الابرياء دون ذنب. انا واثق ان السيد مدير امن القليوبيه لن يتردد، واتمنى ان انا اسمع في القريب انه تم القبض على هذا الهارب ان شاء الله يا رب. انا مش عارف اقول لكم ايه، اعزيكم ولا اقول لكم ايه، مفيش حاجه تعوض الابن. ربنا يصبرك يا ستي على فراق ابنك واجعل مثواه الجنه ان شاء الله. اللهم امين يا رب. وعزائكم الوحيد ان الحقيقه اهل بنها كلهم، يمكن احنا الفقره دي حتى
يعني لما اهتمينا بيها يعني سنة وسنة ونص هوت ومفيش ولا وماشي يعني في كل حتة تلاقيه في كل حتة موجود وهنا 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 وينزل أفراح وينزل ويقعد على القهوة وفي كل اللي هو الجاني اللي هو اللي موت ده ينزل في كل حتة ممكن نتكلم يقول لك ده هم مستخبين في الموز والله يا دكتور عم طبعا حدوش حضرتك طبعا طول الوقت اللي حضرتك بتسلط الضوء طول الوقت على القضايا اللي من النوعيه ديت وحضرتك طبعا معانا لحد ما فعلا ما يتم القبض على ممدوح عبد الرازق تاني عشان نقول يبقى ردع لكل من تساوى له نفسه صحيح. قتل البشريه صحيح. ابنه الوحيد اتقتل في يعني بشكل رهيب والله حته بنت واحده وهو ولد وبنت وهو اللي كان بيعول اسرته طبعا ابوه برضه يعني مفيش حاجه تعوض الابن ربنا يصبركم ان شاء الله باذن الله انا واثق ان الداخليه لن ابدا تتردد ان ياخدوا كل الاجراءات لضبط هذا الجاني ان شاء الله عشان يكون عبره باذن الله ان شاء الله ربنا يرحم شهيد الشهامة ابنكم محمد واسكنوا فسيح جناتكم الله يخليك والبركه فيكم وخالص عزائي حضراتكم واللي عايز اقوله ان محمد شهر لقى ضرب نار في خناقه نزل يقول اللي بيضرب النار تضربش نار في اطفال ممكن تتصاب وشال الاطفال عشان خاطر ما ينصابوش فكان جزاءه ان هو يصاب برصاصه. مش عايزين نقول ان الشهامه بقت غلط. احنا عايزين نعزز فكره الشهامه والنبل ونقول ان المجتمع المصري مجتمع شهم وان المجرمين اللي بيخشوا فيه وبيرتكبوا هذه الجرائم دول حالات شاذه واستثنائيه. لازم نكرس فكره المبدا النبل والشهامه ومحمد كان شهم عشان كده استحق ان اهالي بنها يعلقوا صوره في كل مكان ويقولوا شهيد الشامة ربنا يرحمه ونحن في انتظار القصاص العادل على ايد الداخلية ان شاء الله بإذن الله ان هم يقوموا بضبط هذا الهارب وانا واثق ان السيد وزير الداخلية لن يتردد في اصدار تعليماته بسرعة ضبط هؤلاء او هذا الجاني ان شاء الله بإذن الله واشكركم جدا جدا. استكمالا لمبادره قوافل الخير بالتعاون مع جمعيه حماة المستقبل والمهندسه المحترمه مروه الدريني قدرنا نقيم معرض خيري كبير مكون من 3000 قطعه ملابس وادوات منزليه بقريه نبار في اسكندريه. تعالوا نشوف مع بعض شعور الاهالي ايه ومشاركتهم في هذا المعرض. لا ما شاء الله المعرض جميل وعزبة نبار جميلة هنا يعني فرحانة بالمعرض وكلها جت صراحة القرية أكملها جت حريم كلها والحاجة عجباهم ما شاء الله اللبس كله عجبه أطفال وحريم ورجالي الناس فرحانة كلها مبسوطة والناس بتيجي تسأل برضو الناس مستنية القافلة من الساعة 9. أنا مبسوطة جدا إن أنتوا جبتوا لنا الهدوم دي واخداها لعيال ابني ومبسوطة جدا والله فرحانة ربنا يبارك لهم ويعلي مراكبهم ويسترها معاهم ما يتحوجوش لمخلوق ويسترها معاكم دنيا وآخر. حاجتكم كلها حلوة ونظيفة وكويسة ومية مية بشوف هدوم لبناتي معايا بنتين حلوين ولهم هدوم كويسة وحلوة يا ريت إن شاء الله يا ريت تقدروا تجوا لنا تاني شرفونا والله وحاجتكم مش وحش. احنا مبسوطين والله على الحاجات اللي هي جايلنا وحاجات على قد ايدينا وادوات منزليه كويسه وملابس كويسه وحاجات حلوه وبنشكر واحد من الناس يعني هو اللي جابها لنا في القرن والناس كلها فرحانه ومبسوطه بحضور افراد من جمعيه حماة المستقبل واحد من الناس عملوا لنا معرض والناس كلها مبسوطة يا ريت يكرر تاني ويعمله لنا دي. احنا النهاردة في منطقة نبار دي في اسكندرية المعرض النهاردة فيه حوالي 3000 قطعة وفي أدوات منزلية وفي أحذية وإن شاء الله طبعا جمعية حماة المستقبل بالتعاون مع برنامج واحد من الناس ودي مش أول مرة نتعامل فيها مع بعض يعني بننزل أماكن كتير مع البرنامج ربنا يقدرنا ونقدر نعمل لهم اللي يطلبوه يعني على قد ما نقدر طبعا.
الحقيقة القصة اللي أنا هتكلم فيها يمكن قصة هي نموذج للإنسانية ونموذج للرحمة والعطاء، وقلما ممكن نجد شخصية بالطريقة دي. الشخصية دي شخصية حنونة جدا، بتحب القطط، بتنزل في الشوارع بتشوف القطط الجريحة اللي ملهاش مأوى والمريضة، وبتاخدهم بتدويهم وتأكلهم وبتعيشهم عندها في البيت. جابت كم قطة؟ 73 قطة عندين عندها في البيت، ولسه هتجيب أكتر. أفنت حياتها وفلوسها في سبيل هؤلاء القطط اللي هي بتربيهم. أميرة رضوان هي النموذج اللي بتكلم فيه، نموذج للعطاء والإنسانية والرفق بالحيوان. الحمد لله. ده اسمه ايه القط ده؟ قمر الزمان. قمر الزمان؟ اه. انت مسميه القطط اللي عندك باسماء؟ ايه، كل قطه ليها اسمها وكل قطه حافظه اسمها. يعني انت حافظه اسماء 73 قطه؟ اه، وبقوا 75 من اول امبارح. قمر ده جبتيه منين مثلا؟ قمر كنت شفت بوست على الفيسبوك ان في قطه رجلها مكسوره في الشارع ومحدش سائل فيها. انا ما قدرتش استحمل، نزلت جري رحت بصيت عليه، لقيت ان رجله مش بس مكسوره، دي بقالها اسبوع والجرح عمل غرغرينه. كلمت صديقه ليا ورحنا جري على العياده. الدكتور قال لي الجرح عامل غرغرينه لدرجه ان هي لازم تتبتر. وفعلا خدنا الريسك ودخل بنج وعمل العمليه واتبترت رجله، وقعد فتره حوالي شهر شهر ونص عقبال ما حصل هيلينج للرجل وبقت كويسه ومتعامل بتلات رجول. قمر صعبان عليا لان هو كان متربي في بيت وصحابه غدروا بيه وفجاه لقى نفسه في الشارع، فدي كانت اول صدمه. تاني صدمه لما فجاه لقى عربيه خبطته وكسرت له رجله، وقعد اسبوع مرمي مش لاقي حد يشوف الالم البشع اللي بيتعرض له. رجله حرفيا كانت مدلدله من جسمه، يعني كان منظر صعب قوي، وبياكل من الزباله بعد ما كان بياكل في بيت وامان ومفيش عربيات مفيش حد بيجري وراه. الصدمه اللي بعدها لما دخل العمليات واتقطعت رجله وبقى عايش بثلاث رجول. بس انا خدت عهد على نفسي ان انا اعوضه عن كل ده، ومعايا ان شاء الله مش هيحس ان في حاجه ناقصه. واضح انه بيحبك قوي. هو جميل قوي، انا من جماله كنت فاكراه بنت في الاول، فبس برضو من جماله هيفضل قمر الزمان. واللي في البوكس ده، البوكس ده فيه قصتين مختلفين. دخل قمر في البوكس بتاعه، عندي هنا بيبي، دي لسه لاقياها اول امبارح. في عاده كده للاسف موجوده في المصريين، اول ما يشوفوا قطه ولدت على سلم العماره يقولوا عشان القطط ما تكبرش عندنا يمسكوا القطط دي ويرموها في الشارع. خدوا بيبي رضيع من امه ورموه. انا ماشيه سامعه صوت صغير بتاع نونوت قطه، انا مصاحبه كلاب الشارع، لقيت الكلاب كلهم بيوجهوني للمكان، مشيت وراهم لقيتهم دخلوا. يعني ايه مصاحبهم ازاي يعني؟ مفيش، بنزل. يعني الالفه دي جت ازاي بينك وبينهم؟ والله ولا اي حاجه. نزلت اول حادث ليا كان كلب بيدافع عني ضد حرامي، يعني في حرامي ثبتني في الشارع واللي دافع عني مش الناس، اللي دافع عني الكلب، وطلع يجري ورا الحرامي لاخر الشارع. ومن يوميها الكلاب بقت وانا نازله وانا طالعه بيوصلوني لحد المترو يرجعوني تاني، حراسه خاصه ومحدش يقدر يكلمني محدش يقدر يعاكسني عشان الكلاب ماشيه معايا. الكلاب دي لقيتهم كلهم بيبصوا في اتجاه معين كانهم بيقولوا لي الصوت جاي من هنا. دخلت وراهم لقيته في مدخل بيت قديم مهجور ما فيهوش حد، والقطه دي بتصرخ وساقعه جدا وجسمها كله طين. اللي كمان رماها من مسافه عاليه فرقبتها ملوحه، فهي حتى ما تقدرش ترضع من اي ام لوحدها لان رقبتها لفه، فانا اللي لازم ارضعها بالسرنجه.
كل ساعة أو كل ساعتين ببقى محضر لها سرنج. حاضر، هو فعلا جعان، بحضر له رضع، بجيب من الصيدلية لبن فري لاكتوز عشان اللاكتوز غلط على معدتهم بتاع الأطفال، وبحط عليه سيريلاك وبعمل لهم رضع، وكل ساعتين بروح مرضعاه لحد ما بإذن الله كده بقى يكبر وهو يقدر يأكل لوحده إن شاء الله. ومين تاني هنا؟ ده لكي، اسمه لكي، خدي لكي. لكي محظوظ. هو محظوظ ان انا الحمد لله لقيته، لان سبحان الله هو مش هو الواحد، انا في نفس اليوم ده لقيت كذا كيتن، بس عشان وقت الحلقه اكيد والبوكسات مش هتسمح، فانا اليوم ده كان غريب، لقيت كيتنز كتير جدا ناس رامياهم، وانا كنت محظوظه ان انا لاقيهم يعني. القطه الثالثه ويلو. ويلو انا كنت شفتها في الشارع اكتر من مره، هي قطه شيرازي متسربه في الشارع، بس كانت رفيعة قوي قوي، جسمها كان ورقة في الأرض. لقيت ست غلبانة في الشارع كده بتاعت جرجير بتقول لي ممكن يا دكتورة بعد إذنك تاخدي القطة دي عشان القطة دي. أنت دكتورة أساساً؟ أنا مش دكتورة، بس الناس عشان بيشوفوني بدي حقن لكلاب الشارع وللقطط فهم مصرين. يا جماعة أنا مش دكتورة، أنا مهندسة. مفيش هو يا دكتورة. أنت أم القطط، أنت أطلقوا عليك أم القطط. آه بالظبط كده. فقالوا لي خديها عشان للأسف الناس بترميها بالطوب. صعبت عليا، اول ما شلتها حضنتني كانها ما صدقت ان حد ياخدها. خدتها جوع فظيع، كانت فرحانه جدا بالاكل اللي خدته، كانت جايه لي وهي وزنها 2 كيلو ونص، رفيعه جدا الحمد لله ما شاء الله، دلوقتي بقت 5.5. ولو زي القمر، والحمد لله كمان لقيت لها متبني، هي وقمر. متبني؟ أو يعني ايه متبني؟ احنا بناخد القطط بعد ما بيخفوا ويطعموا كل حاجه بنعرضهم للتبني، لان احنا ضد بيع الحيوانات، يعني ما بنحبش التجاره في روح الحيوانات اصلا، فبنعرضهم للتبني لحد يكون عنده استعداد انه يراعي ربنا فيهم، ياكلهم، يديهم مكان في قلبه وبيته، فبنخرجهم تبني من غير فلوس، بس احنا نشرط عليه ان هو يراعيهم وان احنا نطمن عليهم بصور كل فتره، ولو فكر في يوم من الايام يستغنى عنهم يرجعها لي تاني، ما يرميهاش في الشارع. على فكره انا يعني انا منبهر بيكي، يعني انا مش قادر اخبي انبهاري بيكي الحقيقه، بس عايز اعرف الموضوع بدا ازاي عندك، اهتمامك بالقطط جه ازاي يعني؟ هو مبدئيا في جزء. وازاي عايشين معاكي 75 قطه في بيت واحد؟ البيت ده ما فيهوش عفش ولا ايه؟ لا في عفش. بص هو حضرتك الموضوع بدا اصلا بقط واحد بس، نيمو حبيبي الله يرحمه. انا كنت مامتي كانت قالت لي هديه عيد ميلادك هتبقى قطه، هي كان بقى لها فتره طويله قوي حرماني ان انا اربي قطه في البيت عشان اخواتي وبلاش وبيتضايقوا كده، جت افرجت عني وقالت لي يوم عيد ميلادي هديتك قطه. انا بحب القطط البلدي قوي. اليوم ده كنت خارجه لقيت قطه يعني نايم قدام المترو قد كده قد كف ايدي، وزي القمر كده نايم وحاطط رجل على رجل وبيبص لي بصه اللي هو ايه خديني. ضعفت وخدته وروحت قلت لها هو ده هديه عيد ميلادي، انا ولا عايزه شيرازي ولا عايزه حاجه، انا عايزه القط ده. وقعد القط ده وعاش عندي. للاسف جاله دور برد وبابايا ساعتها قرف منه فقرر ان هو يطلعه بره. انا كانت ازمه فظيعه نفسيه بالنسبه لي ان القط بعد ما كان في البيت بقى على السلم وبيبص لي بصه انا عملت ايه عشان تطردوني بره. خدت القرار واجرت له. انت بتحسي بالقط عايز يقول لك ايه؟ عينيهم بتنطق بتنطق بتنطق، بالذات القط البلدي عليه كميه ذكاء، والله هو فعلا ناقص له ينطق، معبر جدا، نظره عينيه كانها بتلومني انا عملت ايه عشان تطردوني بره، انا عايزه ادخل بيتي. ما ترددتش وسالت واجرت له شقه مخصوص. اجرتي له شقه؟ قعدت فيها، حسيت ان هو وحيد. لقيت قطة على السلم قاعدة غلبانة، قلت تخش تونسه. من هنا بدأ المكان اللي أنا، وفي نفس العمارة عندي في نفس المكان، من هنا بدأ إن أنا فكرت طب أنا عندي المكان ليه لما أشوف حالة محتاجة مكان ليه ما أخدهاش وعالجها، وأنا شفت نماذج بتعمل كده وأنا مش أقل منهم، والحمد لله يعني عندي الصحة وعندي الحب وعندي المعلومه الكافيه ان انا اقدر اربي. بس انت بتشتغلي لحضرتك؟ انا مصممه مجوهرات. انا بعمل شغل من الفضه والاحجار الكريمه. طب انت ازاي بتقدري توفقي بين شغلك وبين ال 75 قطه اللي عندك؟ وبيني وبينك مش قادره اوفق قوي، واخدين وقتي كله، وبالذات لان انا عندي حاجات. يعني بتقعدي مع القطط كام ساعه في اليوم؟ 10، 5 الصبح و5 بالليل. 10
وبتنامي 7 يعني 17 يعني بتشتغلي 5 6 ساعات مثلا يعني، وفي بقى وقت الاكل والنوم والقعد مع الاسره والكلام ده كله. فيعني هو فعلا انت حياتك كلها مع القطط؟ اه. ما عندكش اصحاب؟ عندي اصحاب بس كل اصحابي من الانقاذ بتاع الحيوانات، وفي طبعا اصحابي القدام موجودين. انا متعايشه عادي لما بقابل اصحابي وبعمل كل حاجه، يمكن استغنيت عن شويه حاجات حسيت ان هي بجانب احتياجاتهم رفاهيه. يعني انا بطلت اروح جيم، قلت الفلوس الجيم هم اولى بيها، انا الجيم مش هموت من غيره، لكن هم محتاجين لقمه وعلاج. خروج كتير مع اصحابي على الكافيهات، معلش الفلوس اللي هدفعها على الكافيه هم اولى بيها. اي كنت انا من النوع اللي كنت بحب اخد كورسات كتير، برضو وقفت في الفتره دي لان قلت برضو الثواب اللي بحطه فيهم اولى من اي حاجه دلوقتي، لان هم بيبقوا ما بين الحياه والموت. يعني بتصرفي عليهم كام في الشهر تقريبا؟ لا هو مبلغ صعب شويه لان العدد كبير، يعني من 22 ل 25 الف في الشهر. لان الموضوع مش مجرد اكل، اكل رمله الميه والاكل ده دراي وفريش ودراي غالي جدا، الادويه بند الادويه ده بشع لوحده، الدكاتره والعلاجات والرايحه جايه، انا شبه مقيمه في العيادات البيطريه، دي بنود كلها فظيعه يعني، فبتسحب جامد. وكل ما يبقى فيه عدد كل ما بتضطر تجيب اطباق اكتر واطباق رمله اكتر وحاجات كتير عشان تقدر تكفي. وفي حاجات بقى لو قدرت يعني ان انا اجيب لهم تويز العاب عشان تسليهم. عشان انا اسف من السؤال يعني، ارجوك ما تضايقيش من سؤالي، بس يعني انا حاسس بيك وفاهمك كويس، بس انا يمكن في غيري ممكن يكون فاهم غلط. اكيد في حد انتقدك يعني قال لك يعني كتير. اكيد في ناس كتير ما عندهاش الحس ده، فممكن إيه ابشع انتقاد بقى او اسوء انتقاد جالي. هو مش انتقدني انا، اتسلخت تنمر وشبه حرب من كله، اولهم من اسرتي. اسرتي بتحب الحيوانات بس زعلانين عليا، بيقولوا انت فانيه حياتك وقفتي عمرك عليهم. الناس بتربي قطه اتنين، هم مش فاهمين ان انا كده شبه ملجأ حيوانات. هو انا لو عندي ملجأ بني اطفال صغيرين مثلا من الشارع، حد هيجي في يوم من الايام يقول لي لا شوفي حياتك ارميهم تاني الشارع، ما انت جايباهم من الشارع؟ استحاله. لازم هفضل انا اللي مربيهم. يعني لو انا جبت اطفال من الشارع مش هيقولوا لي رجعيهم الشارع عشان انت تعرفي تعيش حياتك. انا برضو ما اقدرش اخذلهم واتخلى عنهم وارميهم في الشارع تاني. بعد ما حسوا بالامان والدفء ارجع ارميهم في الشارع تاني؟ استحاله. طبعا اهلي زعلانين ان انا مش بتجوز عشانهم. ده السؤال التاني يعني، انت كده هل جالك عرسان وقبلوا الموضوع ده ولا لا؟ ما حدش قبل للاسف، او اللي بيقبل يعني جالك كام عريس واترفض عشان او رفض عشان خاطر الموضوع القطط؟ في الست سنين الاخيره دي جه 27، وال 27 ما حدش موافق منهم، اللي وافق اتنين على قطتين كلب. يعني بيختصروا ال 73 يعني 27 عريس منهم اتنين قالوا موافقين على قط واحد او كلب واحد. الباقيين بقى اصلا نوي يعني لا انسي الموضوع ده بقى خالص وتخلصي بالمعنى اللفظي ده، اتخلصي منهم. مش عايز يعني حاجه تشاركني فيكي، اهتمامك ليا انا لوحدي. الراجل المصري بيبقى عايز اهتمام الست مركز عليه هو لوحده. وانت رايك ايه؟ والله الحياه اجزاء، انا ليا زوج واهل وشغل وهوايات ونشاط خيري. يعني انت لو اتجوزتي هتدي القطط قد ايه وجوزك قد ايه؟ زي عدل ربنا، طول ما هو في شغله انا مع القطط، هيرجع هيلاقيني. بس للاسف هو حتى النقطه دي مش عاجباهم. وانا قلت كمان انا مش هقعد القطط في الشقه، لو هو متضايق او بيقرف هيبقوا برضه في شقه منفصله. بس حتى المبدا ده مش عندهم مرفوض، لا انت ما تقعديش يعني تسيبي البيت وتروحي للقطط وكل شويه تقولي انا نازله العياده انا نازله الكذا. في ناس حتى واقفالي في النشاط الخيري حتى لو مش لقطط، انا اصلا متطوعه في ملاجئ كتير ايتام معاقين، فبنزل بشوف ايه احتياجات كل دار وبنزل اجيبها لهم والمها واروح. ما شاء الله عليكي والله، ميرسي ربنا، والله حاجه تفرح. الحمد لله. بلاقي ناس يقولي هو انت مضيعه وقتك وعمرك كله في الحاجات دي؟ لا انا مش، ده مش ضياع. انا بعمل لحياتي مش بضيع حياتي. هو اصلا انا ما بحسش خالص ان انا ليا لازمه او قيمه الا لما بحس ان انا ساعدت حد واللي قدامي ده مبسوط، انا ساعتها ببقى راضيه عن نفسي. هل في احتمال تزودي عن 75 قطه؟ اللي محتاج، اللي عيني يعني. انت بتنزلي الشارع بتشوفي القطط اللي في الشارع وبتاخديهم؟ يعني لو شفت حد محتاج، يعني مثلا بيبيهات رضع وملهمش ام، يعني انا كذا مره السايس تحت يجيب لي قطط رضع يقول لي في توك توك موت الام،
طب دول هيموتوا لو ما رضعوش، فباخدهم برضعهم بيكبروا عندي. ما ينفعش بعد ما كبروا فتحوا عينيهم لقوا نفسهم في وسط اربع حيطان، فيش عربيات وفي امان واكله نظيفه، فجاه انزلوا بقى في وسط العربيات والناس اللي بتضربكم بالعصيان وكله من الزباله، مش هقدر. انا عندي قطط عاميه ما عندهاش عين. انا لسه جايبه قطه عاميه، هي مولوده كده جينيا ما عندهاش عين اصلا، دي هتمشي ازاي؟ هتدور على اكلها ازاي؟ هي مش شايفه اصلا. بس مين بيرعاهم؟ مين يعني بيرعي؟ 75 قطه. أنا لوحدي. لوحدك؟ لوحدي، اكل ونظافه وادويه واروح للدكاتره واجيب اكل، كل حاجه لوحدي. انا اتمنى ان انا الاقي ناس متطوعين بيحبوا الحيوانات يساعدوني شويه. يعني حتى ما فكرتيش تحولي الشقه دي لدار لرعايه الحيوانات؟ حاولت من ناحيه، انا حاولت ارخص المكان، بس سمعت كلمه ان ما ينفعش ترخصي في شقه سكنيه، محتاجه اخد مكان. اخد مكان بقى ده انت محتاجه تتنقل لتارجت تاني من الفلوس. انا مش قادره عليه دلوقتي. انا كان نفسي الاقي يعني سبونسر مثلا انيمال لافر بيحب الحيوانات، بيقدر يعني ايه تنقذ حيوان مجروح من الشارع، ويساعدني ان احنا اعمل مكان اقدر انقذ اكتر. انا بشوف حالات ببقى قلبي واجعني ان انا مش قادره اخدهم لاني معيش فلوس كفايه، ما عنديش صحه ان انا اراعي اكتر عدد اكتر من كده، وقت اكتر من كده. مش عايزه اخد روح برضو واظلمها عندي اني ما اعرفش اخصص لها الوقت. القطه مش مجرد ان انا برمي لها اكل واديها الدواء وامشي، القطه دي محتاجه رعايه، اهتمام، احساس بالحب، وما اتولدوا على كده. يعني تردي ايه على اي حد انتقدك وقال لك جمله ممكن تكون ضايقتك عشان خاطر اهتمامك بالقطه؟ انا بعمل للاخر، انا مش بعمل للدنيا، وانا من الشخصيات كمان اللي طالما اقتنعت بالحاجه بكمل فيها بغض النظر عن كل التنمر اللي بقابله. ناس ويعني احنا اهم، ودايما في حاله ابتزاز عاطفي فظيعه من كل الناس. ازاي؟ يا احنا يا هم، وعليا ان انا يا اما اجي على نفسي واتعب واختارهم. يعني مين قالك يا احنا يا هم؟ كتير، اصحاب واهل وخطوبات وحاجات كده، ودايما الابتزاز. يعني في حد مثلا انت حبيتيه والخطوبه باظت عشان خاطر القطط؟ والله هو انا ما عنديش رفاهيه الحب والوقت ما عنديش تايم كفايه ان انا حتى يعني أحب. حصل على الاقل اعجاب بيني وبينه وبعدين لا. الموضوع باظ. اول جمله بتتقال لي انت ملاك، انت ما فيش زيك. تاني جمله على طول لازم تتخلصي منها وتركزي معانا بس. فطبعا هو معتقد ان مثلا يعني هو اللي بياخد استماره سته مش هم لان استحاله اتخلى عنهم. انا عايزه واحد قلبه زي يبقى سبورت ليا، ما يهدنيش يعني يدعمني، يحب اللي انا يعني لازم يبقى قلبه زي عشان نتوافق مع بعض عشان ما نتعبش مع بعض. اميره ما شفتش زيك قبل كده؟ لا في زي كتير. يعني هل في يعني ما شفتش واحده ممكن تكرس حياتها وشبابها وفلوسها وكل وقتها وتضحي بجوازها وتخش في مشاكل مع اهلها لمجرد انها بترفق بالحيوان؟ بس هو في نقطه طبطب عليه، نقطه ان انا بفكر ان البديل ان انا اتخلى عنهم وارميهم في الشارع والموضوع ده يقتلني. انا اصلا بفكر في اليوم اللي هموت فيه دول هيعملوا ايه من بعدي يعني، وكاتبه فوصيتي تتقسم القطط دي تروح عند مين ومين من اصحابي اللي انا بثق فيهم ان هم هيرعوا الحيوانات. دي كاتبه وصيتك؟ لا انا كاتبه وصيتي ومحضره كفني وعامله كل حاجه، مجهزه نفسي يعني فشايله همهم بعد وفاتي دول هيروحوا فين، هيترموا تاني الشارع بعد اللي انا عملته ده كله، هيتهد على الارض. فدي الحاجات اللي انا شايله همها. فطبعا انا المقابل ان انا ارضي الناس انا هخذلهم وهوجع قلبي ومش هرضي ربنا، لان ربنا اكيد ما قالش كده. ده في 100 حاجه بتدعو للرحمه، والراحمون يرحمهم الرحمن. طيب. وانا عايزه رحمه ربنا يعني. انا سعيد بهنيكي، بشد على ايدك، بقول لك انت شخصيه عظيمه جدا، ربنا يكثر من امثالك. امين. انا اتعلمت منك حاجه مهمه جدا النهارده ممكن اكون ما اتعلمتهاش قبل كده، واكيد اللي بيشوفونا اتعلموا. في انسان يعني بيفني حياته في سبيل مش اسعاد الاخرين، في سبيل اسعاد يعني كائنات حية لا حول لها ولا قوة. هي دي النقطة اللي أنا دايما أقولهم، الناس بتقدر تقول أنا فيا وفيا، أنا تعبان، أنا جعان، أنا عطشان، يقدر يشتغل، ما يقدرش يشتغل بيقدر يتسول. دول حتى ما عندهمش أوبشن التسول، يعني هو مش قادر ينطق. صحيح. مش قادر يعمل حاجة. والرسول وصانا كتير وفي كذا حديث بيتكلم عن الموضوع ده. سيدنا عمر لما قال إنه هيمهد الطريق عشان ما فيش شاة تتعثر، لا ده إحنا بنسمهم بقى.
يعني ناس بتتطوع بالأذى، بينزلوا يحطوا سم للحيوانات لمجرد ان هو مش عاجبه صوت الهوهوة، وهو ربنا خلقهم كده. انا في حرفيا واحده جارتي قالت لي يعني لو ما كانش يعني منظرهم يقرف طب خليهم شرازي، عشان انا معظم القطط اللي عندي بلدي. قلت لها لا، هي الرحمه ملهاش علاقه بشرازي وبلدي، هو حضرتك ممكن تقولي لربنا الخلقه دي مش عاجباني نزلهم لي كلهم. اسمه ايه الشرازي ده؟ دي اسمها ولو، بنوته. بنوته ولو، دي المتبنيه بتاعتها هي اللي ادت لها الاسم ده. يعني انا معظم القطط انا اللي بسميها، بس المتبنيه حبت تغير الاسم. انا كنت مسميها بسبوسه، بس هي غيرت الاسم وخلتها ولو. اميره نورتيني وشرفتيني واسعدتيني، وتجربه بالنسبه لي انا يعني شايف انها تجربه جديره ان احنا نقول لك شكرا ونديكي وسام التقدير والاحترام، انك انت في انسان بيرفق بالحيوان بالطريقه دي. وانا عارف ان في ناس كتير جدا حتى من اصدقائي عندهم نفس الشعور دوت وبيعملوا حاجات زي كده، بس الحقيقه مش بالكم الكبير ده. فربنا يوفقك. مرسي جدا ليك، مرسي لوقتك، مرسي. اشكرك جدا. النموذج الجميل اميره رضوان حبيت اقدمه النهارده في واحد من الناس ام القطط، يعني حنت عليهم بشكل كبير، واتصور هما كمان بيحنوا عليها. قد يجد الانسان السعاده او الامان مع حيوان او قط او كلب ويبدلوا هذا الشعور، وممكن يكون الشعور ده مش موجود في الحياه. فاصل ونعود. دخول المدارس قام برنامج واحد من الناس بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع في مية يعيش بالدقهلية بتوزيع 250 شنطة مدرسية ومعها مستلزمات للطلاب عبارة عن كشاكيل وإقلام على 250 أسرة من أهالينا هناك. نشوف التقرير. جاي اخد النهارده شنطه لابني من برنامج واحد من الناس وجمعيه تنميه المجتمع، والحمد لله هم جايبين لنا كل حاجه ومش محتاجين اي حاجه، فيها كراريس ومقالم وقلم وكل ما يلزم المدرسه والحضانه. جايين نستلم شنط وهدايا للطلبه الغير قادرين، وبنشكر جمعيه تنميه المجتمع اللي بتقوم بهذا العمل، وبنشكر واحد من الناس، والجمعيه بتقدم لنا كل سنه بصراحه مشروعات وخدمات كثيره، وهم يشكروا صراحه جايبين لنا كل حاجه وبسطين الناس كلها. واحنا جاي عشان ولاد ابن اربعه وقبضوا على جد، وهم جايبين لهم شنط وحاجات. انا جايه اخد شنطتين والعيال الايتام والشنط الجماعه هيدوها لي، وبشكر كل اللي جم البلد. واحنا بنشكر برنامج واحد من الناس، وبنشكر تنميه المجتمع دايما واقفه جنبنا. بنشكر اولا برنامج واحد من الناس على تلبيه الدعوه الكريمه والتعاون معانا في كل المجهودات اللي احنا جايين بيها وهم جايين معانا بيها، على اساس ان احنا النهارده جايبين 250 شنطه ل 250 اسره في القريه. النهارده عملنا الشنطه جهزناها، كل حاجه تلزم الاسره جبناها للطفل، فالناس ديت احنا بنشكرها من هنا من موقعنا كجمعيه تنميه المجتمع، بنشكر الناس اللي بتمدنا واقفه جنبنا. جات لي رسالة على صفحة البرنامج لحالة مرضية، الحالة الحقيقة لطفل اسمه عبد البديع، عمره 6 سنوات، عنده تشوهات في العظام من ساعة ما اتولد، ما بيعرف
حضرتك. وانا ابني دوت يعني بدات الحاله دي عنده من هو عنده 3 سنين بالظبط، كنت بعالجه وما نفعش فيه علاج، وضغط بيه في المستشفيات وضغط بيه هنا، وفي الاخر ربنا كرمني بناس اهل الخير كتير ربنا شخصني بيهم، ما اعرفهمش والله يعني جولي برضو من كده، فجاه لقيتهم بيتصلوا بيا وبيقولوا لي طب روحي ودي الولد عمليه ابنك، كان يوم جمعه في مستشفى الزيتون، روحي وهم هناك هيتواصلوا وهيعملوا لك العمليه بتاعت ابنك. كانت دي اكبر عمليه في رجليه، بدات الحمد لله كان بيزحف، بدا الحمد لله يمشي، بدا في اجهزه عايزه تتركب وفي تشوهات تاني في رجليه، وفي حاجات هتتعمل زي شق عظام تاني، وفي حاجات هيركبها. فطبعا كل دوت بمبلغ وانا مش مقدرتي، واتدينت لناس كتير، عملت له دلوقتي يعتبر عمليتين وناقص له 4 عمليات. هو والده بيشتغل ايه؟ هو والده كان شغال في قهوه اخوه الله يرحمه، ولما اخوه توفى خدوا القهوه من اخوه، فطبعا ما لقاش شغل، كل ما يروح مكان محدش يرضى يشغله، فمش لاقي شغل فسابنا وراح عند اخوه، عاش في الشرقيه، فين وفين لما بيجي يسال فين وما بيديناش مصاريف، فما بقتش عارفه ان انا اصرف ولا عارفه اكل ولا انا ولا عيالي، بقيت اتداين واجيب شكوك واجيب اعمل، بقت الناس تيجي تخبط على بيتي هاتي هاتي الفلوس اللي عليكي، وبيقولوا عليا نصابه اللي انا ما بدفعش اللي عليا، وبقت سمعتي في المنطقه وفي الشارع بقت مش كويسه، لدرجه ان انا بقيت اخاف انزل في الشارع وبقيت اداري نفسي من الناس، اللي يخبط عليا يقول لعيالي يقولوا لهم ده مش انا. واتداينت ومضيت على نفسي شيكات، ومن ضمنهم في ورق راح للمحامي، والمحامي جه قال لي يا بنت انا مش عايزه اذيكي، لكن انت هتوصلي نفسك للاذيه، ومضاني على 14 وصل، عشان هم اليوم كانوا اليوم 15000 جنيه عندي، اديتهم 1000 والباقي ال 14 على اساس ان انا اقدر ادي له كل شهر 1000 جنيه، انا مش شغاله مش لاقيه شغل. انا لفيت كتير على شغل وتعبت، مش لاقيه شغل خالص، مش لاقيه. بقالي اكتر من سنتين قاعده، مش فيش شغل خالص. هو اللي بتصرفي منين دلوقتي؟ بجيب اكل شكوك، ربنا كرمني بحد اداني حاجه لعيالي. اكلي كله شكوك من بره، كل الناس دلوقتي لغايه دلوقتي محلين ليهم عندي الوفات من الشكوك، اكل بس اكل، وديون يجوا يخبطوا على بيتي. عليا ديون اكتر من حوالي 30000 جنيه ديون عندي، ده شويه وده شويه من سبب ابني. انت عندك اولاد غيره؟ معايا حسن بره لسانه تقيل ما بيعرفش يتكلم، عنده رايح اولى اعدادي. ومعايا بنتي عندها 6 بس دي الحمد لله كويسه ما فيهاش حاجه يعني. لكن ده مشكلته سنانه ما بتطلعش من ساعه ما عمل عمليه العظام ديت اللي هي اول عمليه عملها، سنانه ما بتطلعش. المطلوب دلوقتي ليه؟ ده المطلوب عملية لوحدها ب20000 جنيه، والدين اللي عليا بس، أنا عايزة أسدد دين إن عيالي بقى يخافوا من الناس اللي بتيجي تخبط على بيتي. خلينا نشوف بس موضوع العلاج الأول وبعدين نتكلم في أي حاجة تانية. معانا على التليفون الأستاذ الدكتور عبد الخالق استشاري جراحات العظام والعمود الفقري، أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك أستاذ عمرو بيه. أهلا بسيادتك يا فندم. مساء الخير على حضرتك وعلى مشاهدينك الكرام. أهلا وسهلا. أنا بصراحة شفت الحالة مع حضرتك في برنامج. أيوه. وإن شاء الله أنا ربنا قدرني وأكون يعني بالتعاون مع حضرتك سبب يعني في شفائها إن شاء الله. ربنا يكرمك ربنا يخليك. هي بس الحالة محتاج بس هي طبعًا بالنسبة للتشوهات وكده بتحتاج نوع من المناظرة، الحالة مناظرة جيدة. أيوه. فهي إن شاء الله بس تشرفني في العيادة إن شاء الله، أنا هسيب في كنترول تليفوني وعنوان عيادتي. هي ان شاء الله تشرفني وان شاء الله يعني نتكفل بعلاجها ان شاء الله. والله الله. والله يعني ده كتر خيرك يا دكتور عبد الخالي، يعني اشكرك جدا جدا، شكرا. لا بيت تحت امرك، وان شاء الله لو في حالات تانية برضو تبع البرنامج انا بامر الله يعني اقدر اسهلها. ربنا يبارك فيك ويجعله في ميزان حسناتك، وان شاء الله زميلتنا في الاعداد هتتابع مع سيادتك، وبعد اذنك هنصور بقى اللي هيتم ايه لغايه ما ان شاء الله ننهي التشوهات دي ويقوم بالسلامه ويرجع تاني يبقى زي اي طفل عادي. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. دلوقتي العمليه هتعمل بالكامل ان شاء الله، والدكتور عبد الخالي هيتولاها بالكامل ان شاء الله، ومفيش ولا فلوس هتدفعيها خالص الحمد لله. الحمد لله في متبرع متكفل ان شاء الله بيها دكتور عبد الخالي، وان شاء الله يرجع ابنك صح سليم ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. الحمد لله. ما يخصك انت احنا هنحاول نعمل لك مشروع ان شاء الله. الله من خلال جمعيه واحد من الناس. المشروع ده ممكن يكون بدايه يجعلكم في
يكون بداية رزق ليك إن شاء الله بإذن الله. يا رب ربنا يجعله في ميزان حسناتكم كلكم يا رب. إن شاء الله ربنا يوسع رزقك ويجعله في ألف سلامة على ابنك، وإن شاء الله يعني زميلتنا هتتابعه لغاية ما يعمل العمليات المطلوبة، وزي ما قلت لك الفاتورة مسددة بالكامل الحمد لله. الله يبارك لك، الله ربنا يطمنك عليك إن شاء الله. شرفت يا ستي ونورت. أرجوكم لا تترددوا، ابعتوا لنا أي حد عنده حالات مرضية وعندوش القدرة المالية أو تأمين صحي للعلاج، ابعت لها وإن شاء الله نتكفل بالحالات. عايز أقول لكم الحمد لله مفيش حالة من ساعة ما بدأنا البرنامج من أكثر من سنة في دورته الجديدة إلا كل حالة بتيجي في نفس اللحظة بنقدم لها العلاج الحمد لله. كله من عند ربنا سبحانه وتعالى وبفضل فاعل الخير اللي بيشغله. أيوة ربنا يجعلهم أهل الخير يا رب. ربنا ودي أفضل تجارة. وقبل ما اسيبكم عاوز اسالكم سؤال مهم جدا، يا ترى تعرفوا معنى اسم من اسماء الله الحسنى وهو الجبار؟ كتير مننا بيعتقد ان الاسم مقصود بيه القوي الشديد، لكنه في الحقيقه الاسم ده معناه الذي يجبر القلوب المنكسره. ربنا بيجبر بخاطرنا، ربنا بيمنحنا نفحات رحمته وعطفه ورزقه، وجبر الخواطر من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا. هو سبحانه الذي بيجبر الفقير والمريض، بيجبر الفقير بالغنى والمريض بالصحة والفشل بالأمل. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا إن احنا نجبر خواطر بعضنا البعض، خاصة الفقراء والمساكين. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني. عاوز اقول لكم ان جبر خواطر الناس صدقة وحكمة وموعظة وعبادة. انك تطيب وتجبر خاطر انسان دي ليها ثواب عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى. وجبر الخواطر ممكن يكون بكلمة او دعاء أو حتى ابتسامة في الوش. ربنا يقدرنا ونعرف نجبر بخاطركم ونلاقي اللي يجبر بخاطرنا، ونطيب جراحكم ونلاقي اللي طيب جراحنا، ونحاول نحقق أمنياتكم، ونكون دايما سبب في سعادتكم وراحة بالكم. وأشوفكم على خير إن شاء الله في صحة وسلام.